الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت وزارة النفط في العراق إن إجمالي صادرات النفط الشهر المنصرم ناهز 10 مليارات دولار. وأوضحت الوزارة أن مجموع كمية صادرات النفط الخام بلغ نحو 200 مليوني برميل بإيرادات بلغت 9 مليارات و784 مليون دولار. وأشارت أرقام الوزارة إلى أن معدل الكميات اليومية بلغ 3,286,000 برميل في اليوم، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد 96 دولارا. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال الأسبوع الماضي ليتجاوز بذلك السعودية. وقالت الإدارة إن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 400,000 برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 225,000 برميل يوميا، ليتجاوز بذلك السعودية وليصبح ثالث أكبر مصدر لأمريكا في الأسبوع الماضي. ذكرت بيانات حكومية أردنية أن معدل البطالة في الأردن وصل في العام الحالي إلى 22.6%. وقال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض إن نسبة البطالة في الأردن لا تزال مرتفعة قياسا عن عدد السكان، وربما تزيد بكثير عن المعدل المعلن من قبل دائرة الإحصاء الحكومية، وذلك بالنظر إلى واقع سوق العمل وارتفاع عدد الداخلين إليه من مختلف الاختصاصات سنويا. وأضاف أن أعداد الداخلين إلى سوق العمل سنويا من المؤهلين علميا يبلغ عشرات الآلاف، فيما ظلت فرص العمل المستحدثة بشكل عام سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في الحدود الدنيا. أعلن وزير التجارة التركي محمد موش أن صادرات بلاده سجلت رقما قياسيا في شهر آب الماضي. وقال موش إن الصادرات التركية سجلت في شهر آب الماضي زيادة بنسبة 13% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2021 لتبلغ 21 مليار دولار. وأوضح أن قيمة الصادرات التركية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بلغت 165 مليار دولار. أفادت وكالة بلومبرغ بأن 6 من أصل 10 صناعات في بريطانيا قد تغلق أبوابها بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية. ونقلت الوكالة عن نتائج البحث الذي أجرته رابطة المصنعين البريطانيين أن نحو نصف المصانع البريطانية شهدت زيادة في فواتير الكهرباء بمقدار أكثر من 100% خلال العام الماضي. وأعلن منظم الطاقة البريطاني سابقا عن رفع الحد الأقصى للفواتير الكهرباء للمستهلكين بمقدار 80% ابتداء من الأول من شهر تشرين الأول المقبل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. أما الآن فننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز برعاية الله.